السلام عليكم، انا اسراء واهلا بكم في مواد شمع. الفيديو ده عباره عن جوله في معرض الزهور. صورت لقطات بسيطه وانا في المكان، عجبني جدا قلت اجمعها وانزلها، واتمنى النوع ده من الفيديوز يعجبكم. معرض الزهور موجود في حديقه الاورمون، موجوده قدام الباب الرئيسي لجامعه القاهره جنب حديقه الحيوان. المعرض بيتعمل كل سنه من بدايه فصل الربيع. السنه دي بدا من 26 فبراير لحد اخر مارس. الحقيقة دي أول مرة كنت أروح المعرض، كنت فاكرة إنه فيه زهور ونباتات بس، لكن المعرض موجود فيه حاجات كتير جدا، أهمها الزهور والنباتات. موجود مستلزماتهم سواء زينتهم أو زراعتهم زي البذور والسماد. بس أكتر حاجة عجبتني هناك هي الحيوانات، كان فيه حيوانات كتير قوي، كتاكيت وهامستر وبط وعصافير وسمك، وأشكالهم كانت جميلة قوي. كمان البوتس اللي بيتحط فيها الزرع معمولة من الفخار، ليها أشكال مختلفة كتير جدا وألوان كتير غير الشكل التقليدي بتاعها، وتنفع لحاجات تانية كتير. كمان في هدايا وشغل هاند ميد وزينة وديكور للشقة، وموجود كتير قوي معارض فيها حاجات رمضان زي البلح والمكسرات، ومعارض منتجات أسوان. موجود فيها الزيوت الطبيعية واللي بنلاقيها بصعوبة سواء للأكل أو للاستخدام زي الشعر والسكين. كمان في معارض فيها شغل المكرمية زي الكرسي أو المرجحة، وحاجات كتير للديكورات. كمان كان في حاجات كتير قوي هناك اسعارها كويسه، كان نفسي اجيب كل الحاجات اللي هناك بجد. المعرض كخروجه حلو جدا، وكمان لو معاكوا اطفال هيتبسطوا جدا جدا، ولو خروجه اصحاب لانه في لوكيشنز كتير قوي للتصوير، وفي حاجات كتير قوي ممكن تعجبهم حتى لو حد زيي مش مهتم بالزرع او بالنباتات بس بيحب شكلهم، هيعجبه قوي المكان. كمان الناس اللي بتحاول تغير في ديكور شقتها او بتجهز شقتها، في حاجات كتير قوي قوي حلوه هناك تنفع للديكور وللشقه. كمان الاكل، في هناك اماكن كتير قوي كان بيتباع فيها عسل طبيعي بالمكسرات وبانواع كتير، وكان في مكسرات. كمان شفت سوبر ماركت كبير في حاجات قليل قوي لما تكون موجوده بره. المشاتل بقى كانت كبيره جدا، وفيها حاجات كتير قوي لو حد مهتم بالجنينه او بالزرع وتحط في البلكونه او الحاجات دي، موجود كل حاجه حتى الاشجار وشغل الخشب كمان، الصواني والبراويز مكتوب عليها جمل حلوه جدا او مكتوب عليها اسماء. كمان في نوت بوكس محفور عليها اسم، وحاجات تانية كتير قوي ينفع ان هي تتقدم كهدايا. ولو حد مهتم او بيحب الحيوانات الصغيرة، فكل الحيوانات اللي هناك صغيرة شكلها لذيذ ومختلف. اكتر حاجة عجبتني كمان الاسماك، الاسماك هناك ليها اشكال كتير قوي والوان كتير قوي واحجام. كان في سمك صغير جدا اصغر من الصباع، سمك كبير قوي. وبجد مهتمين قوي بالمشاتل كبيرة وموجود فيها كل حاجة. كان في شجر البرتقال الصغير ده، او انا مش عارفة هو ايه، وفي ورود والوان كتير قوي ومختلفة. كمان كان في صبار صغير كده شكله لذيذ قوي والوانه كتير قوي، وزرعة البامبو موجودة كتير قوي باشكال جميلة قوي، ملفوفة كده ومعمولة بطريقة مختلفة. كان في زرعات فراولة كده لسه بتطلع. بس كده انا مرضتش احرق لكم المعرض كله، صورت لكم حاجات بسيطه. ان شاء الله لما تروحوا تشوفوا كل الحاجات الباقيه. اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله احاول اعمل فيديوهات زي كده اكتر، وقولوا لي رايكم في الكومنتس. بس كده، شكرا.